journée. Toute la journée. Écoutez votre radio, Radio Narange. Narange. انتظاراتي كثيرة، نحب الرغبة كل شيء الخلدية، هم فرحانين بمدينتهم وهم عندهم ابتكار وتجديد في الاحتفال بالثروة هذه الوطنية الكبيرة اللي هي البرتقال. نستنى ان جو دورانج اكسترا وان شاء الله كذلك تكون تظاهرات زادة ثقافية، لانه باش نثمنوا البرتقال لازم ثقافتنا يكون موجود. النشاط الاقتصادي بالطبع هو عماد النشاط الاقتصادي تاع المنطقه هذه، وحتى الوانه، لانه من احلى لون اعتقد الاخضر والبرتقالي، وان شاء الله تكون الوان في خلال زاهيه اليوم في كل وقت. شنو انتظارات الشباب؟ سيدي انا ننتظر فيهم انهم يفاجئونا يفاجئونا بابداعاتهم، هذا اللي ننتظر فيه. انا يعني في ذاكرتي انه تعرفوا انه في المنطقه هذه انا معناتها اصيله جرومباليا، فما كانتش كثير موجوده برشا ليسيات. في الفتره اللي انا قريت فيها في الليسي كنا الكل من بني خلاد، نسليم، الكل كنا نقراو مع بعضنا في نفس الليسي في جرومباليا. الذاكره اللي عندي على الخلادية انهم متميزين في القرايه، انهم زاد عندهم طبيعه مرحه. ان شاء الله نشوف اليوم نتيجه ذلك، يعني في الاطارات الموجوده في بني خلاد هي زادة طموح شباب. ايه الانتكاس انه ان شاء الله هذا الراديو اولا ان شاء الله يكون عمره طويل، ان شاء الله يكون فيه يكون صوت لكل الخلدية بتنوعهم باختلافهم ولكن بتوحدهم في الحق. يعطيك الصحة.